السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دومي فينال الأول ديال كأس العرش ديال 2021 بملعب أدراف أكادير بين الجيش وبني ملال. إن شاء الله تكون مقابلة مزيانة في مدينة أكادير، مدينة السلام والحب. بقدر ما تؤمن بالعطاء الجو سخون 90 دقيقة أو حتى 120 دقيقة. على العموم كل شيء وارد من خلال إن شاء الله تكون إن شاء الله تكون ماتش مزيان. بني ملال يدخل بكامل طموحه وكامل تشكيله وكذلك بكامل حظوظه من أجل مقارعة ومنافسة أحد أعتاد الأندية وأكثرها تتويجا بمنافسة كأس العرش، وبالتالي مواجهة حارقة على الورق الجيش الملكي والمرشح، لكن كما قلنا بأن في كأس العرش ليس هناك مرشح قبل